وللحديث عن خطط العمل التي وقعها العراق مع الأمم المتحدة للحيلولة دون تجنيد الأطفال، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. حياكم الله دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة فاطمة، يعني كيف تنظرون بصفتكم حقوقيين لتوقيع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي أحمد الأسدي خطط العمل مع الأمم المتحدة للحيلولة دون تجنيد الأطفال؟ ما هي ملاحظاتكم على ما جرى؟ الذي جرى هو مجرد حبر على ورق. حقوق الأطفال وأوضاع الأطفال على العموم في العراق في أسوأ ما يكون وعلى مستوى العالم في على مختلف الأصعدة، الأصعدة الصحية، على صعيد الصحة، على صعيد التعليم، على صعيد يعني حماية الأطفال من أي نوع من أنواع الاستغلال. ولذلك فإن التوقيع الذي حصل الآن بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية هو فقط يصب في صالح الميليشيات التي تريد أن تبيض وجهها أمام العالم، خاصة وأنها وصمت بالعار من قبل الأمم المتحدة نتيجة لعمليات التجنيد المنظمة التي كانت تقوم بها الميليشيات للأطفال، والتي تم توثيقها وإيصالها للأمم المتحدة، وقد وثق مركزنا هذا بالوثائق والأدلة. إضافة إلى ذلك فإن الآن الذي يحدث في العراق أن الأمم المتحدة تمارس دور الوسيط بين الأمم المتحدة وبين الحكومة العراقية من أجل إظهار هذه الحكومة على أنها حكومة يعني تهتم وتراعي شؤون الأطفال وأحوالهم وأوضاعهم. ولذلك فهذا التوقيع هو مجرد فقط حبر على ورق وليس هو حقيقة ما يجري للأطفال من أسوأ الأوضاع الحقوقية. نعم، يعني هو حبر على ورق كما ذكرت، ولكن ألا يعد ملزما على الميليشيات تنفيذه؟ الميليشيات الآن أصبحت يعني هي المسيطرة على الدولة العراقية، هو سوف تسيطر عليه على هذا الوضع إعلاميا، ولكن حقيقة هو لا يوجد هذا الشيء، خاصة وأن ما يحدث الآن في العراق أن يعني كل مجرم هو يعني لا يتعرض للمحاسبة أو حتى للعقاب، ولذلك فهم من جهة أخرى سوف يحمون أنفسهم من أي نوع من أنواع العقاب الذي قد يصل إليه. وإلا لو كان هذا حقيقة لماذا لم عندما يعني وصلت المرحلة أن يصم العراق بوصمة عار نتيجة تجنيد الأطفال، إذن أين المحاسبة هؤلاء الذين قاموا بتجنيد الأطفال وأين مصيرهم؟ لا يستطيع أي أحد أن يمسهم بأي أو يقدمهم للمحاسبة أو إلى المحاكم من أجل أن يتم الاقتصاص منهم واسترجاع الحقوق الأطفال الذين سلب في الحقيقة مستقبلهم. ولذلك فإن الأمر صيام في العراق، يوقع أو لا يوقع هو في الحقيقة هي في نفس الدائرة ما دامت هذه الميليشيات التي تسيطر على القضاء وتسيطر على مفاصل الدولة كافة وتفلت من جميع أنواع العقاب. يعني لربما هذا التوقيع يلزم الأمم المتحدة ويجعلها أكثر مسؤولية تجاه أطفال العراق، ولكن ما هي الإجراءات التي لربما على الأمم المتحدة اتخاذها لضمان تنفيذ هذا الاتفاق؟ أول شيء إذا كانت الأمم المتحدة يعني معنية بتنفيذ هذا الاتفاق، أولا يجب تقديم من يتحمل مسؤولية تجنيد هؤلاء الأطفال من رأس السلطة الذي يفترض به أن يحمي حقوق العراقيين، وبالتالي بيده السلطة التنفيذية، إلى أصغر أو من ينفذ أوامر هذا الأوامر الصادرة إليه من أي يعني رتبة عسكرية كانت أو قبل مأموريه الذي يأتمر بهم. ولذلك فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة العراقية والتي لا يمكن في الحقيقة أن تقوم بتأديتها ولا نتوقع منها أن تقوم بذلك، لأنه هذه حقيقة الأوضاع في العراق. ولدى في الحقيقة إذا كانت الأمم المتحدة يعني تستطيع أن يعني
تقوم بعقد مثل هذه الاتفاقيات مع الجانب العراقي فهي فيها غير قابلة للتنفيذ، وهي مجرد حبر على ورق كما قلت. والجميع يعني أن الأمم المتحدة متواطئة مع الحكومة العراقية وتحاول أن تبيض وجهها فقط أمام العالم. في هذا السياق دكتورة فاطمة، ما الذي يعنيه أن توقع الأمم المتحدة مع المتحدث السابق باسم الحشد وهو أحمد الأسدي؟ هل في ذلك رسالة ما أو إشارة ما؟ هو هذا الذي يعني يصب في مصلحة الميليشيات، هذه الميليشيات التي تنفذ يعني المخطط المرسوم ضد العراق، والذي يعني لدى الأمم حتى للأمم المتحدة يد في تنفيذ هذا المشروع، فكيف يمكن أن نتوقع يعني أن ممثلة المبعوثة من قبل مجلس الأمن بيئة اتخذ يد ميليشياوي ينتمي إلى أحد الميليشيات التي ترتكب انتهاكات ضد حقوق الأطفال في العراق؟ الأمر كله يصب في مصلحة أن تقوم هذه مساندة هذه الحكومة أصبحت الآن وكل من يتحكم فيها هو من أفراد الميليشيات، لذلك أصبح يعني هذا الموضوع يعني أمر طبيعي. ليست هي هذه المتحدة هي المرة هي الأولى التي قامت بمثل هذه، عن الاتحاد الأوروبي، عن حتى القنصل الأمريكي في العراق عندما زور جرح الحشد الشعب دورهم، وحتى قام عمليات أثناء العمليات العسكرية ضد ما يسمى بالإرهاب، كيف كان يقول أن هذه الميليشيات يعني لديها أفعال جيدة ولديها يعني دور إيجابي. كل هؤلاء الآن هذه تدخل في سلسلة يعني التدمير العراق، وهذا جزء منه أن يستمر وضع العراق بيد الميليشيات، وأن بالتالي يصب في مصلحة نستفيد من أن يكون وضع العراق بهذا السوء وبهذا الضعف. نعم دكتورة فاطمة، يعني أي مستقبل ينتظر الأطفال في العراق في ظل منظومة الرعاية الاجتماعية والقضائية التي أصبحت بيد الميليشيات وحكومة السودان المنبثقة عن الإطار التنسيقي برأيك؟ من سيء إلى أسوأ، والذي يطلع على أرقام أعداد المتسربين من المدارس أو أعداد الذين الأطفال الذين يعني لا تصل لهم يعني لا يحصلون على التعليم، الأطفال أصبحت ظاهرة الأطفال وعمالة الأطفال التي يترى يعني العراق واحد من أكثر لديه عمالة في للأطفال، الأطفال الذين لا يعترف بهم في العراق ولا توجد لديهم أوراق ثبوتية بحجة أن ذويهم كانوا ينتمون إلى المنظمات الإرهابية وغيرها وغيرها من المشاكل الحقيقة يعني الكبيرة جدا التي تؤثر على مستقبل هؤلاء الأطفال، إضافة إلى الحالة الصحية السيئة التي الآن يصل إليها العراق على العموم، وبالتالي ينعكس هذا على صحة الأطفال الذين لا يستطيعون حتى الحصول على الرعاية الصحية. الكثير الحقيقة من المشاكل الأساسية، وكل هذا في الحقيقة يصب في مصلحة أن يندفع هؤلاء الأطفال وأن يتم جذبهم باتجاه يعني دفعهم إلى نحو الانضمام إلى الميليشيات ويتم تجنيدهم واستغلابهم بكل سهولة. الحقيقة الوضع يعني لا يمكن أن يتم وصفه لأنه يعني غاية في السوء بالنسبة للأطفال في العراق. نعم، إذن ضيفتنا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.